احنا نكتب اسماء. انا لمياء، هل انت مستعده لكتابه اسمك؟ نعم يا معلمتي. ماذا تقول القاعده؟ اللي لساني ينطق ايدي بسرعه تروح تكتبه. احسنتي، سانطق صوت الحرف وانت ساكتب الحرف. هيا بنا. لا لا لا، ما هذا الحرف؟ انه حرف اللام. احسنتي، حرف اللام في اول الكلمه. كيف يكتب حرف اللام في اول الكلمه؟ حرف اللام من الحروف المتصله اي يشبه في الذي بعده. احسنتي، خط مستقيم يتفرع السطر ثم خط نائم على السطر. احسنتي، ضبط الحرف. لا لا لا، انها الفتحه. ممتاز. الحرف الثاني. حرف الميم يا معلمتي. حرف الميم من الحروف المتصله ايضا. احسنتي، كيف يكتب حرف الميم في وسط الكلمه؟ دائره تقف على السطر ثم خط نائم الى السطر. الى السطر. احسنتي، ضبط الكلمه، ضبط الحرف. لم، انها سكون. توقف الصوت لهذا، هي السكون. لم ي ي ي. حرف الياء. احسنتي، حرف الياء. حرف الياء في وسط الكلمه يكتب مثل حرف الباء والتاء والثاء والنون. احسنتي، هم الاخوه الخمسه الباء والتاء. ها، يكتب هكذا. احسنتي، يمد يده سنه صغيره ثم ايدك الثانيه. ها، نقاط الياء اسفل الحرف مقطعي. ضبط الحرف ياء ياء ياء، انها الفتحه. احسنتي، ها، انظري الى الحرف القادم. لم ياء، صوت طويل، انه المد بالالف. مد الالف. والحرف الذي يسبق مد الالف يسمى الحرف الممدود، ودائما عليه فتحه عندما يكون بعده مد بالالف. احسنتي، الان سنكتب الحرف الاخير. لم ياء ألف عليه سكون. ألف عليه سكون، وهنا تأتي القاعدة. ألف عليه سكون يصدقها ألف، فلا يجوز وضع الألف فتسقط الهمزة على السطر، فتكتب الهمزة على السطر. هذه هي القاعدة، كيف تكتب الهمزة عند الألف عندما يكون عليها سكون ويصدقها ألف. مل، نحذف الألف التي تحت الهمزة فتسقط الهمزة على السطر وتكتب على السطر، وتكون هذه هي قاعدة همزة السطر. هيا يا صححي ما كتبتي. هكذا يا معلمتي. صدق القاعدة. أحسنتي. ثم هذه تسقط الهمزة على السطر. هكذا يا معلمتي. أحسنتي. ثم أحسنتي يا لميا. هكذا. سالي، ماذا عن كتابة كل اسمك؟ هل أنت مستعدة لكتابته؟ نعم يا معلمتي. القاعدة، اللي لساني ينطقه ايدي يكتب. ممتازة. الآن سأنطق صوت الحرف وأنت ستكتبين الحرف، مستعدة لذلك؟ مستعدة يا معلمتي. س س س، حرف السين. أحسنتي، وهو حرف المتصل. أحسنتي، من الحروف المتصلة. كيف أكتب حرف السين في أول الكلمة؟ منحنى صغير ثم خط نائم على السطر. ضبط الحرف س س، إنها الفتحة. أحسنتي، رفعت يدي وفتحت فمي. انظري إلى الحرف القادم. س، إنها مد بالألف. مد الألف، صوت طويل. أحسنتي، أين الهمزة؟ سقطت من علي. أحسنتي يا سالي، لا أضع همزة عندما أكتب مد الألف. أحسنتي، الحرف التالي. س ل ل ل، حرف اللام. حرف اللام، وهل يشبك حرف اللام مع حرف الألف؟ لا، لأن الألف من الحروف الرافصة. ممتازة. هيا نكتب حرف الألف، حرف اللام المتصل. خط مستقيم على السطر ثم خط نائم على السطر. سنضع ضبط الحرف. لي لي لي، الكسرة. أحسنتي، يدي للأسفل وفمي مكسور، هي الكسرة. انظري للصوت القادم. س لي، مد بالياء. أحسنتي، كيف أكتب حرف الياء في آخر الكلمة؟ دائما الحرف في آخر الكلمة يكون صحيحا. أحسنتم، هيا نكتب حرف الياء صحيح. ممتازة يا سالي، لا تنسي النقطة. أحسنتي سالي، في اسمك نوعان من المدود، هل تستطيعين أن تخرجي لي المد الموجود داخل اسم سالي؟ نعم، أنه المد بالألف. ضعي دائرة على المد بالألف وقولي لي أين هو الحرف الممدود. حرف السين. حرف السين، ماذا وضعتي على حرف السين؟ دائرة. فتحة. فتحة. لماذا؟ لأن
أنس.